يتواصل مسلسل حرائق مزارع القمح في عموم المحافظات العراقية. ففي محافظة ديالى أعلن مجلس المحافظة أن خسائر الحنطة بلغت أكثر من 1200 دونما زراعي. هذه لقطات للحرائق التي حدثت في ناحية جبارة في قضاء كفري بمحافظة ديالى. لا لا مين والله نازم تشتغل درونك يا وما بابا بابا برده بخشين يا برده سام بردان. نستمر في هذا الإطار. في قرية أم الحنطة في جلولة كانت القرية على موعد مع الحرائق، كذلك لنشاهد مع اللقطات المصورة للحرائق التي اندلعت بحقول الحنطة في المحافظة. ثلاثة أربعة كلهم قاطع محروق. هاي مال من جايك ها؟ ماذا سين؟ علي عمي ماذا سين طاهر؟ نبل هول جت والله جت